مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كيبورد، ونبدأها كالعادة بأبرز العناوين. تفاعل ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاغ اليوم العالمي للإذاعة. احتفالات تعم البلاد بمناسبة الذكرى 7 لثورة 11 من فبراير. بمشاركة شركات تكنولوجية عملاقة، مؤسسة بيل جيتس وجامعة إكسفورد تختار رأفة الأكحل على رأس مفوضية في أفريقيا. تحديث سناب شات الأخير يغضب 600 ألف مستخدم. أضيفت فقرة الاستضافة الإعلامية سارة الزوقري. أهلا بكم. أعلن المؤتمر العام لليونسكو في دورته 36 يوم 13 من فبراير يوما عالميا للإذاعة، وقد احتفت كل الدول العربية بهذا اليوم، لما تشكله الإذاعة من أهمية كبيرة في توصيل المادة الإعلامية لأكبر شريحة مجتمعية. وفي اليمن أيضا، ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الموضوع تحت هاشتاغ اليوم العالمي للإذاعة. نشوف التفاعل. الاحتفالات بالذكرى 7 للثورة الشبابية السلمية، ثورة 11 من فبراير، لم تتوقف حول الجمهورية. وبالمناسبة خلونا نشوف صور من احتفالات محافظة تعز. رافقت الاحتفالات منشورات حول نفس المناسبة، واخترنا لكم بعض هذه المنشورات، ونبدأها بمنشور لفؤاد الحذيفي الذي يقارن بين نتائج الثورة ونتائج الانقلاب ويقول: نتج عن الثورة السلمية انتخابات رئاسية، حوار وطني، وثيقة وطنية، استقرار العملة، تشكيل لجنة عليا للانتخابات، مسودة الدستور الجديد، وكانت اليمن في طريقها للاستفتاء على الدستور والانتخابات العامة. بينما نتج عن الانقلاب نهب وتسليم أسلحة الجيش والأمن، إغلاق السفارات، حرب، تدمير المدن ومؤسسات الدولة، كوليرا، مجاعة، سوق سوداء، مقابر، انهيار العملة، 15 ألف قتيل، 50 ألف جريح، 2 مليون نازح، إغلاق المطارات، موظفون بلا رواتب، حرمان آلاف الطلاب من الدراسة، وما زال باب الانهيار مفتوح. المجد كل المجد للثورة السلمية في عيدها 7 كما يقول. منشور آخر لأيمن المخلافي قال في أجزاء منه: وها هي تعز تنفجر ثورة لتعيد للأذهان أمجاد فبراير، طوفان من الأجساد الحاملة في أعماقها روح فبراير، والهادرة بهتاف الثورة وأغانيها الوطنية، والعابرة في بساط الكرنفال الجماهيري بحماس الثوار وقوة الثورة، عظيم الامتنان لمجمل الجماهير المحتشدة من مختلف مناطق ومديريات المحافظة لتجديد العهد الثوري وإحياء الذكرى 7 لثورة فبراير بهذه الصورة المزدحمة، وطنية وإبداعا وولاء لفبراير. صورة نقلها لنا الزميل أحمد البكاري من خلال منشوره ويقول:
هذا الجريح الذي يسير على كرسي متحرك أعقته رصاصة فاشية في 2011 بمدينة تعز، استقرت في عموده الفقري. ولغياب الاهتمام بجرح الثورة والذي كان الفصل الثاني من خذلان الثورة، بقي ملازماً لهذا الكرسي منذ تلك اللحظة. لم ينهزم، بل ازداد إرادة وقوة وثورة، روح ثائرة يعيش عليها بكل شغف. هنا روح الثورة التي لا تموت، عمروس الصمدي الذي يحتفل بذكرى الثورة وسط مدينة تعز. الآن ننتقل إلى منشور للصحفي حسن قاسم، والذي عنونه بنساء رائدات، وقال: نساء رائدات، الرائدة سوسن نجيب أمان بعد 41 سنة من مشاركتها في حملة تغيير حركة السير بعدن من اليسار إلى اليمين في 2 يناير 1977، تكلمت الأستاذة الفاضلة سوسن نجيب أمان عن مشاركتها خلال مكالمة هاتفية معها أمس، حيث قالت: تطوعت وأنا في الثانوية للمشاركة في حركة تغيير السير بعدن وبإرشاد السيارات والمارة إلى الطريق الصحيح في إطار التوعية المرورية للحملة، وكنت سعيدة جداً لهذه المشاركة، وحظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ووزارة الداخلية وشرطة المرور آنذاك. إني فخورة بالمشاركة هذه، ولا زالت الذكريات تراودني، خاصة إلى ما أصبح المرور اليوم في عدن من فوضى واستهتار وحوادث كثيرة مؤلمة. إنجاز آخر للشباب اليمني، حيث أعلنت جامعة أوكسفورد ومؤسسة بيل وميليندا غيتس عن إطلاق مفوضية بحثية جديدة لمساعدة الدول النامية وحول دور التكنولوجيا في التنمية الشاملة، وبمشاركة عدد من مدراء تنفيذيين لعمالقة التكنولوجيا حول العالم ووزراء مالية واقتصاد في عدد من الدول. وقد تم تعيين وزير الشباب والرياضة اليمني السابق والاقتصادي رأفت الأكحلي على رأس الأمانة العامة للمفوضية. وعن إبداعات الشباب اليمني نقرأ هذا المنشور: ابتكر مهندس يمني اختراعا جديدا عبارة عن مولد كهرباء يعمل بالماء بدلا عن المشتقات النفطية. وقال المهندس عبد السلام أحمد صلح من محافظة المحويت مديرية الرجم إنه ابتكر المولد تزامنا مع تخرجه من الجامعة، وأضاف أنه يهدي اليمن الحبيب والعالم الإسلامي اختراعا جديدا، وهو مولد كهربائي يعمل بالماء بدلا من المشتقات النفطية، تزامنا مع الأحداث الجارية باليمن وغياب الطاقة الكهربائية. المهندس طالب من الجهة المعنية النظر إلى اختراعه والاهتمام به. وإلى أخبار التكنولوجيا، ونبدأها من تطبيق سناب شات، حيث وقع أكثر من 600 ألف مستخدم عريضة إلكترونية طلبوا فيها القائمين على سناب شات بإعادة وضع التطبيق إلى ما قبل التحديث الأخير. التحديث في تصميم سناب شات أجري قبل أسبوعين، وركز على الفصل بين محتوى الوسائط ومنشورات الأصدقاء، بالإضافة إلى مجموعة من التغييرات الأخرى، كما أن قصص سناب شات تظهر حالياً في السناب الفردية والرسائل المباشرة. الخبر الثاني من تركيا، التي أطلقت تطبيقاً محلياً للرسائل النصية لينافس تطبيق واتساب التابع لشركة فيسبوك، وأطلقت على التطبيق اسم KTT Messenger في إشارة إلى الحروف الأولى للهيئة العامة للبريد والبرقيات التركية PTT، وبدأ العمل بنسخة محدودة منه في الأيام الماضية في المؤسسات الحكومية وبعض الشركات الخاصة، ومن المتوقع أن يكون متاحاً للجميع خلال 6 أشهر. المتحدث باسم الحكومة بيكر بوزدا في مؤتمر صحفي قال إن التطبيق الجديد سيوفر الخصوصية، إذ إن الخادم المضيف لا يخزن أي بيانات وسيكون من المستحيل الوصول إلى أي منها. لقد تم تطوير نظام أكثر أماناً من واتساب. نشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بمقطع للموهبة الفنية أحمد الشرعبي. أمسك عن الليل حالي، ليه تجلس بحالي؟
سنين خلى عينك انا وين وانت وين ما وحشني آخر للفنان أحمد عبد القادر نشوفه مع بعض. قال أبو محضار قدلي من قديم الوقت سالي لا سمعت العود دمع العين فوق الخد سالي لا سمعت العود دمع العين فوق الخد سالي بعذب الأنغام وال الحان هزتني العوالي والجبال العالية العالية والصوت عالي والجبال العالية العالية والصوت عالي ما بدلك من صروف الهجر يا روحي بدالي لتعزى أو تود ما تبدل ببدال لتعزى أو تود ما تبدل ببدال بنتظر وصلك ولا تنتظر مني وصالي خفنا لا قد رأيت الحي يغنيني الوصال خاف أنا لا قد رأيت الحي يغنيني الوصال. نختتم الفقرة بجديد الفنان حمزة السهماني مش مستحيلة إن الوطن يرجع لي أيام الطفولة عهد المحبة والصفا عهد المواويل الجميلة هذا الوطن غالي ولا يوجد مثيله مش مستحيلة مش مستحيلة مدام والإيمان زهرانا بتا بقلوب أبناء السعيدة والحكمة شمعة ضاوية لبناء أحلام جديدة نهر الوطن صافي وعذب سلسبيلة مش مستحيلة بكرة الوطن بيشق للعزة طريقة والبسمة تظهر في جبينه والحلم يتحول حقيقة والبلبل الصداح يتغنى. وصلنا إلى فقرة الاستضافة. ضيفتنا اليوم سارة الزوقري ناشطة إعلامية ارتبط اسمها في أذهاننا باسم حليب شاي قبل 4 سنوات وإلى الآن. سارة بطبيعة الحال غنية عن التعريف لذا نرحب بها. سارة أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا فيكم، أنا جدا سعيدة بتواجدي معاكم وسلامي لك يا أفنان وطاقم العمل وجميع المتابعين. عليك السلام، لا تتخيلي مدى سعادتي اليوم بوجودك معنا.
والله حتى أنا أسعد، وهذه تعتبر فرصة إنه التقيت فيك ولو بالشاشة. إن شاء الله المرة الجاية وجه لوجه. إن شاء الله. سارة، مجموعة أسئلة سريعة وخفيفة وبعدين نرجع في الحوار، مستعدة؟ معاكي. طيب نبدأ، أوصفي نفسك بكلمة. كلمة واحدة بس. نعم. شغوفة. جميل. وأكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ أعتقد كل وسيلة تواصل أستخدمها لحاجة معينة، يعني سناب شات، يوميات، تويتر للإعلام الغربي، إنستغرام، صور، يعني. جميل. وطيب شخصية أثرت عليك؟ أحب كثير نيلسون مانديلا وكلماته وجمله بشكل عام. مناضلين. وشخصية داعمة لك؟ أهلي الداعم الأول والأخير والكبير الصراحة. ربنا يخليهم لك. آمين. سارة، مجال دراستك؟ درست ماجستير إعلام دولي، صحافة، تلفزيون وراديو ببريطانيا، وكنت عاملة كمان بكالوريوس باتصالات مرئية. جميل، رائع. طيب عمل اشتغلتي وندمتي عليه في يوم من الأيام؟ ندم؟ أيوة. ما فيش حاجة ندمت فيها، يعني حتى لو كان فيها فشل أعتقد يعني سقلت لي جزء من شخصيتي. جميل. وعائق استطعتي تخطيه في حياتك؟ عائق؟ كل عوائق، بس أكبر عائق إنه كيف الواحد يجيله مثل الدافع القوي في مواقف جدا تكون صعبة، ولما كل البيبان تكون مسكرة يشتغل على نفسه. يعني اشتغلت على نفسي كثير في مواقف كانت جدا صعبة. جميل. أعتقد هذا هو المهم. جميل. طيب أكثر مثل تحبيه؟ يجيبك المود يا قرد. تمام. دحين لو نبدأ الكلام عن تجربتك في إذاعة يمن تايمز. والله هذه يمكن من أحلى المحطات أعتبرها في حياتي، يعني جميل. والله إنه بجد أنا اشتقت للإذاعة واشتقت لليمن واشتقت للمتابعين، ويعني لحتى الآن يعني فوق 3 سنوات ولسه يتذكروا البرنامج ولسه تجيني الرسائل بشكل متواصل، فيعني هذا الشيء كثير يسعدني. طيب إيش أضافت لك هذه التجربة؟ أضافت لي كثير، يعني شاي حليب أحلى حاجة فيه إنه كان قريب من الناس، يعني كل ما الواحد نزل من مكتبه ونزل من المكان اللي جالس فيه كل ما عرف حقيقة إيش الناس تعاني، إيش تفكر فيها، وهذا الشيء إحنا نفتقده. ما فيش لسان للمواطن بشكل كبير أو قريب منه، فأعتقد هذا الشيء كسره كان شاي حليب، وبنفس الوقت كان فيه شوية متعة وضحك فعلا. طيب بعد شاي حليب أين ذهبت سارة؟ طبعاً بعد شاي حليب اللي يعتبر محطة كبيرة في حياتي، وبعد كمان إدارة راديو يمن تايمز، كان في فترة كبيرة اشتغلت فيها بالإعلام، سواء كتابة أو تقارير إلى آخره، غالباً عن الوضع الإنساني في اليمن، إلى أن التحقت باللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذه كانت يعني كمان أعتبرها محطة مهمة، لأنه الواحد يوصل بفترة من حياته يشتي يقدم حاجة ولو كانت بشكل ملموس أكبر. وأعتقد في هذه الفترة عمل في المنظمات الدولية اللي تعتبر كمان بشكل كبير حيادية، شيء أضاف لي الكثير. جميل. طيب بعد، قبل ما نرجع لعملك مع المنظمات، أتكلم عن شاي حليب. اليوم تتمني ترجع لشاي حليب ولعودتك للعمل الإذاعي؟ والله إنه يعني الإذاعة عادة موجودة في قلبي، وصدق اللي قالوا إنه الواحد اللي يقرب الإذاعة مهما قرب حاجات تانية لسه يضل يحن له. إذا في مجال إنه الواحد يرجع بمحتوى هادف
بمحتوى ممكن يصنع تغيير، بإعلام غير مسيس، ما في مش أي قيود معينة. يعني أعتقد صعب جداً إنه شخصياً إني أطبل أو يعني أكون مثل فوق لأي جهات معينة. فلحد الآن أعتبر العمل الإنساني مهم في هذه الفترة. جميل، يعني لو جت لك فرصة ممكن ترجع اليمن، ممكن ترجع الحليب شاهي. ممكن نرجع لليمن، نرجع للحليب ولشاي الحليب وللناس. يعني لو سنحت الفرصة أكيد في أشياء كثيرة واحد حابب يسويها، وحتى على أكبر في اليمن فعلا. طيب خرجتي من اليمن، استقريتي في العراق تقريبا، إيش كان نوع نشاطك العملي هناك؟ صحيح، كان صار لي تقريبا سنة وثمانية شهور في العراق. كنت أعمل كمتحدثة رسمية للصليب الأحمر في العراق، بشكل عام بالعمل الإغاثي بشكل عام. تجربة صراحة كانت جدا حلوة، جدا يعني فيها قرب كمان للمعاناة. أنا كنت في العراق وقت ما كانت العمليات جارية في الموصل والمناطق المختلفة، ف تشوفي حجم الدمار، تشوفي حجم معاناة الناس سواء الجرحى أو القتلى، وتعرفي إنه بغض النظر فين ما كانت الحرب، المعاناة واحدة والجرح واحد. تختلف فعلا الأماكن، تختلف الوجوه، تختلف اللهجات، بس المعاناة واحدة فعلا. سارة، طيب هل في مواقف ظلت في بالك للآن وتأثر فيكي على مدى الأيام؟ كثير مواقف الصراحة، يعني أقل ما يمكن لما مثلا تكوني على لما كنت في إحدى المستشفيات قريبة جدا من خطوط النار، ويبدأوا الجرحى يتوافدوا، غير إنه الناس مرت بأمور بحاجة صعبة، إنه لازم تهرب بوسط القصف وقناصين، وبغض النظر يوصلوا جرحى وبنفس الوقت يودعوا أحبابهم. فيعني هذه كتلة المشاعر دفعة واحدة اللي الواحد ينصدم فيها بهذه المواقف جدا صعبة. فتلاقيني كنت أحيانا كثيرة إنه أجلس أبكي مع الناس اللي فقدوا أحبائهم، يعني عزاء لهم وأعتقد عزاء لنا، وبنفس الوقت عرفت إنه ممكن بشخصيتي في المواقف الصعبة إني بسرعة أتصرف، بسرعة أتحكم بنفسي، بسرعة يكون لي هدف من وجودي في هذه اللحظة، في هذه المنطقة، في هذه الدقيقة. طيب أنت اشتغلتي هذا الشغل في العراق، لو قلت لك فرصة ترجعي اليمن وتشتغلي نفس الشغل في ظل هذا الوضع، بترجعي؟ شوفي، يعني حاليا زي ما أنا بالعراق، في عندنا كثير من زملائي من دول مختلفة جدا حاليا في اليمن، وجالسين يشتغلوا نفس الشغل في صنعاء وفي عدن وفي تعز وفي صعدة وفي مناطق مختلفة كثير. ف بغض النظر فين، يعني أكيد لو اتسنحت الفرصة أنا حابة أرجع اليمن واحد يسوي حاجة للناس، ولكن أؤمن إنه محل ما انحطيت ومحل ما أكون لازم يكون لي بصمة معينة، والإنسان الحقيقي اللي بجد يعمل اللي يقدر عليه ويخدم مهما كان، في أي مكان، في أي زمان، بغض النظر عن الشخص اللي قدامه من نفس جنسيته أو دينه أو حزبه أو أو أو. جميل سارة، لما قلتي شغوفة ما قلتيهاش من فاضي. طيب لو كلمتينا عن مشاريعك القادمة، أعمالك القادمة. والله بما يخص مثلا ان شاء الله ايش اللي حيصير، لسه ما عنديش حاجه اكيده، لكن في احتمال بالاشهر القادمه اكون في جنوب السودان لفتره قصيره، برضه في العمل الاغاثي. وما يخص اليمن، طبعا مستمر دعمي بشكل عام للشباب اللي اشتغلوا بالإعلام والمبدعين من خلال عدة محطات، منها أحد البرامج اليوتيوبية اللي نزل بفترة قريبة اللي هي اسمه كيف تشوف، وأتمنى أنه تتابعوه كمان. نتابع إن شاء الله، نتابع. سارة رائع جدا، كله رائع، لكن في آخر المقابلة أنا متأكدة 100% أن جمهورك مشتاق يسمع صوتك مرة ثانية في الإذاعة، عشان كذا لو تعطينا مقدمة شاهي حليب.
طب لازم تحطوا لي الموسيقى إذا على كذا عشان أدخل في الجو. الموسيقى تخيليها بعقلك، للأسف مش متوفرة. يا ميت أهلا وسهلا بمستمعين شاي حليب، اشتقت لكم قد السما ما تصيروش ما تعرفوش قد إيش اشتياقي لكم. أتمنى أشوفكم عن قريب في اليمن، وإلى لقاء. سلام في ذلك. والله فعلا انك مثل للبنت المجتهده والمثابره وكمان الشغوفه. ساره تسلمي على هذه المقابله، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا جزيلا لكم للاستضافه وشكرا جزيلا ساره الانسانه. نتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام هذه الحلقه، ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحه البرنامج الظاهره بطها اسفل الشاشه. هذه تحياتي لكم انا افنان تركر، كما هي لكم من معده البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.